أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاكتشافات الأخيرة التي تحققت في الصحراء الغربية تفتح أفاقا جديدة لاكتشافات المزيد من البترول والغاز، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة. جاء هذا خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2017-2018. وأضاف الملا أن اكتشافات الصحراء الغربية تتسم بسرعة وسهولة وضعها على خريطة الإنتاج باستخدام البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة بالمنطقة، فضلا عن ارتفاع جودة الزيت الخام المنتج، موجها بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة التسهيلات الإنتاجية لاستيعاب الزيادة في الإنتاج من الآبار الجديدة.